بس اللي انا بتفق فيه ما بعرف اذا نور تتفق فيه معي عليه الوضع المالي أكيد. هذا شيء كثير خاص ما في داعي خصوصا صح. في اجواء العمل او في محيط لا. العمل ايه لانه المشكله احيانا مزبوط. والاصدقاء المشكله وقت لما نبوح بهذا الموضوع نحن بنكون بلكي عم نجيب اشخاص على حياتنا تيستغلونا لانه عارفين اوضاعنا الماديه كيف يعني كل هيدي الاشياء بتصير فبيسوى نتكتم على الموضوع انا في عندي سؤال هل بتلعب الثقافه او التقاليد بمجتمع معين دور انه نحن نشارك معلومات اكثر يعني يمكن نحن بالثقافه العربيه بنميل انه نشارك صح. نحكي حتى هي الاشياء اللي ذكرناها كثير ناس بتحكيها قدامنا صح. عادي بس يمكن بالغرب بالبلاد الاوروبيه صح. عندهم تحفظ على هذا الموضوع هلا منميل انه نشارك بالبلاد العربيه ايه بس كمان لما نشارك ننتقد فلهيك اوقات بيصير مثلا مثل قلتي لي الاشياء الخاصه بحب الذات بفضل الانسان يحتفظ فيها لحاله لانه يمكن كل حدا عنده راي بالموضوع وبيقول خلص انه انا بريح انا بعتقد بانه كل هذا يعني كل مساله نبوح ام لا نبوح هذا شيء شخصي بيعتمد على طبيعه شخصيتنا في ناس كتومين في ناس بيبوحوا اكثر في ناس منفتحين على الاخرين يعني بشكل اكبر معنا حاله من الذن لما انت يو اوفر شير بتشاركي معلومات زياده عن اللزوم بتحسي بنرجع من الجلسه او المشوار بنحس بحاله من الذنب